عقدت اللجنة المنظمة لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 البحرين 2024 مؤتمرا صحفيا مع قرب انطلاق هذا الحدث الرياضي المميز الذي تنظمه شركة فعاليات والمقرر إقامته يوم غد تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقرب من جزيرة الريف. وخلال حديثه في المؤتمر أكد مدير البطولة السيد أحمد الحاج اكتمال التحضيرات لانطلاق الحدث الكبير، مؤكدا أن الجميع يستهدف تنظيما مثاليا للبطولة وتسجيل نجاح جديد يضاف إلى نجاحات مملكة البحرين في احتضان البطولات العالمية الكبرى. جمع المؤتمر الصحفي كوكبة من الرعاة الرئيسيين والمنظمين والرياضيين المحترفين للاحتفال بإرث السباق ودوره المحوري في تعزيز الصحة والرفاهية. كما شارك مجموعة من الرياضيين العالميين المحترفين في المؤتمر، حيث أعربوا عن حماسهم للتنافس في سباق الرجل الحديدي 70.3 المرموق في البحرين.